أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما يتسم به أبناء البحرين من حب للتسامح والوسطية والاعتدال عزز من مكانة المملكة الحضارية، وهما يرسخ النهج الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا، مشيرا سموه إلى موقع المملكة الذي تميزت به عبر تاريخها الممتد في احتضانها لمختلف الثقافات والأديان وسعيها الدائم نحو تعزيز قيم التعددية والتنوع الذي ستواصل من خلاله السير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله أثناء اليوم قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مقر قداسته، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى قداسة البابا فرانسيس وتمنيات جلالته لدولة حاضرة الفاتيكان وشعبها الصديق دوام التطور والنماء، منوها سموه بما توليه مملكة البحرين من اهتمام لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة حاضرة الفاتيكان. بما يسهم في تكريس مفاهيم المحبة والتعددية بين الأمم والشعوب وتحقيق السلام والاستقرار، كما ثمن سموه بكل تقدير الجهود الحثيثة التي يبذلها قداسة البابا فرانسيس ودولة حاضرة الفاتيكان في مد جسور التفاهم والتسامح وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة التي تلتقي حولها مختلف الأديان والحضارات ونشر قيم التسامح والاعتدال، متمنيا سموه لقداسة البابا موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق في مساعيه الخيرة والإنسانية.